و الثالثه المحاسبه اذا اصبح و امسا، یعنی بالامس رجع الى نفسه و قال یا نفس ان هذا يوم مضى عليك ولا يعود اليك ابدا والله سائلك عن فيما افنيتيه فما الذي عملت فيه هذا كلام امير المؤمنين اذكرت الله ام حمدتي اقضيت حق اخ مؤمن في هذا اليوم ماذا نفست عنه كربته احفظتيه بزهر الغيب في اهله وولده هذا العمل الذي يجب ان نفعله احفظتيه بعد الموت في مخلفيه اكففت عنه غيبة اخ مؤمن بفضل جاهك أعنت مسلما ما الذي صنعتي فيه في هذا اليوم فيذكر ما كان منه فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله وكبره على توفيقه الحمد لله وإن ذكر معصية لا سمح الله أو تقصيرا استغفر الله وعزم على ترك معاودته ومحى ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيبين الله صل على محمد وآل محمد هذا أولا الصلوات بعد عرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه وقبولها الولاية وإعادة لعن شانئيه وأعدائه ودافعيه عن حقوقه فإذا فعل ذلك قال الله عز وجل لست أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي هذا ميزا فيه أولا يعني تذكر أنه عمل كذا وكذا وكذا بعد هذه النعمة نعمة عظيمة نعمة الولاية الحمد لله ولكن محاسبة النفس لا يزال موجود في رواية عن أمير المؤمنين أيضا من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب من حاسب نفسه سعد يعني من السعداء ثمرة المحاسبة صلاح النفس إذن من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا خطبة الثالثة الخطبة الرابعة والخامسة بعد المشارطة والمراقبة والمحاسبة لما حاسب نفسه شاف أنه وإلا معاصي لا سمح الله موجود شنو يعمل السالك إلى الله لا قبل الاستغفار أكو أشياء بعد المحاسبة يأتي دور المعاتبة والمعاقبة يعني إقاب النفس عتاب النفس وإقاب النفس قبل عقوبة الله نحن هذا النفس يحتاج إلى عقوبة إن الحساب بدون إظهار رد الفعل لا فائدة فيه ولا ثمرة بل تحمل النفس على الجرأة والجسارة والعناد يعني يسير
بالعكس اذا بس فقط هذه الثلاث خطوات مشارطه مراقبه محاسبه محاسبه بعد قطبه خلاص استغفار الله معاتبه معاقبه. ان العقاب للنفس له درجات ومراتب. اول ما يبدا من حاله الملامه ملامه النفس هذا لا اقسم بالنفس اللوامه يعني مهم بحيث الله سبحانه وتعالى اقسم بهذا النفس بهذه النفس ثم يشدد العقاب ذلك بحرمان النفس من بعض اللذائذ الدنيويه لفتره من الزمن كما ورد في القران ان هذا الخطبه الرابعه والخامسه ايضا موجود في القران وفي الروايات كما بالنسبه الى الثلاثه الذين تخلفوا في غزوه تبوك عمل الرسول الأكرم الناس بمقاطعتهم في كل شيء فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فعاقبوا أنفسهم هذا الخطبة الرابعة والخامسة وانشغلوا بالتوبة وانعزلوا عن الناس بالكامل بعد مدة تاب الله عليهم ونزلت الآية الكريمة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم هذا ضاقت عليهم أنفسهم هذا الخطبة الخامسة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ما يعني ما ذهبوا في بيوتهم ينامون يأكلون ويقولون بس فقط استغفروا الله لا خرجوا من بيوتهم إلى الصحراء والبكاء وتحت الإشعاع الشمس ضاقت عليهم أنفسهم كما في قصة أبو لبابة الأنصاري أيضا المعاقبة موجود معاقبة النفس أراد أن يكفر عن فعلته ذهب إلى مسجد النبي الأكرم ربط نفسه إلى أحد أعمدة المسجد أسطوانة التوبة معروف أقسم أن لا يطلق نفسه إلا بموافقة الله ورسوله أو يتوب الله فبقي على هذه الصورة حتى تاب الله عليه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور وأما الروايات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيضا معاقبة النفس أجيب هذه العبارة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعتها سؤلها فيما تحب إذا صار يعني مبتلى بمعصية لازم أنا أعاقب هذه النفس التي عمل بهذه مثلا جريمة بهذا الخطأ بهذا الذنب كيف مثلا أنا أحب ماء البارد أقول لنفسي إلى مدة شهر لا أعطيك ماء البارد عقابا يحب مثلا فلان طعام أنت محروم من هذا الطعام إلى 40 يوما أنت كذا هذا عقاب الناس ولكن بالأمور الجائز بالأمور المباح كما سنوزعه إن شاء الله تعالى هذا إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره يعني هذا النفس كأنه يصير عاصي مو تحت سيطرة العقل لما صار عاصي يجب أن تأخذ بالقوة والعقاب عليها إذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها تذل لك لازم أن يكون نفسك ذليل عندك مو أنت ذليل في مقابل نفسك
العقل مسيطر على النفس. قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: دواء النفس الصوم عن الهوى والحمية عن لذات الدنيا. يعني كثير في التاريخ الإسلامي مثلا مثل قضية الثعلبة، كان يؤاخي مع سعيد بن عبد الرحمن، عملوا المؤاخاة، فخرج السعيد مع النبي في إحدى غزوات النبي وخلف ثعلبة في المدينة. كان هكذا بعض المسلمين يذهبون مع النبي وبعضهم يبقون في المدينة لاحتياج العوائل الموجودات في المدينة. خلف ثعلبة في المدينة معتمدا عليه في مشاكل بيته وعائلته. في يوم ما احتاجت امرأة السعيد إلى شيء، فوقفت خلف الباب تتحدث مع ثعلبة من وراء الساتر حجاب، فوسوس له الشيطان في ممارسة الاسم، فكشف عن حجابها فرآها جميلة فأراد أن يضمها إلى صدره، لكنها نهرته قائلة له: ماذا تفعل يا ثعلبة؟ أمن الحق أن يكون أخوك في الجهاد وأنت تريد بأهله السوء؟ النار النار النار. فانتبه ثعلبة فصاح وفر على وجهه في الصحراء باكيا يقول: إلهي أنت المعروف بالغفران وأنا الموصوف بالعصيان. هكذا بغي في صحراء متتبيلا معاقبا نفسه مضيقا عليها لما صدر من، حتى نزل هذه الآية الشريفة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الأستاذنا آيت الله اللنجرودي، يعني أستاذي المرحوم آيت الله السيد البروجردي، ربما أثناء النقاش مثلا بعض الطلاب يناقشون المطلب فيما بين الدرس يرفع صوته بالتوبيخ بعض الأحيان، صار عصبية ويسيح على مثلا هذا طالب علم، هو كان يندم ونذر الصوم، قال: نذرت الصوم كل يوم إذا صحت على الطلاب يوم قد لازم أصوم، هذا إقابة للنفس. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. يقولون واحد من الوعاظ كان عنده يعني هذا النعمة، يقول: كلما أرتقي المنبر وسلمت على الحسين في بداية المنبر صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يسمع جواب الإمام: وعليك السلام، من أين وصلت إلى هذا المقام؟ قال: في جلسة كان واحد من الخطباء موجود، أنا قلت في نفسي لازم أكون منبري في كلامي أعلى ومثلا يكون حتى أتفوق عليه وأكسره في هذا المجلس، هذا المجلس خاص بأهل كذا، ثم ندمت عن هذا العمل، قلت إقاما لنفسي أن لا أرتقي المنبر لمدة 40 يوم وأبكي وكذا وكذا، حتى صرت إلى هذه الحالة المعنوية، معنوية حالة المعنى من إقاب النفس من معاتبة النفس. بعض الناس لا
لا سمح الله يعني يبتلون بأنواع المعاصي ولا يعني مو عندهم أي الندم أو أي مثلا بالنسبة إلى تأثر تأثير لا. ولكن نحن لا نقول بالعقاب بالنفس كما يقول بعض المتصوفة كما ورد بعضها عن الإمام الغزالي في كتابه إحياء العلوم من أعمال خشنة والسلوكيات شاذة في دائرة معاقبة النفس مثلا يقولون في حالات الشبلي يجلس ويفكر لله أي لحظة يذهب فكره من الله إلى شيء آخر عنده من الخشب يضرب نفسه بالخشب هذا مو عقاب يعني شرعي يعني إزرار للنفس أو أمثال ذلك أو يربط رجله بالحبل ويعلق نفسه على العكس في البئر في هذا الحالة يقرأ القرآن ويختم القرآن يريد مثلا هذا الرياضات رياضات مثل مرتازي حين هنوح هنوك هذا مو رياضات شرعية إنما نفسي إنما هي نفسي أروزها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أروزها بالتقوى رياضة بالصوم أو ببعض الأمور اللي يعني مباحة مو إزرار على النفس مثلا يمنع نفسه عن الأكل مثلا كما ذكرت لكم أو شرب مثلا الماء البارد أو مثلا أمثال ذلك كما يقول المرحوم النراقي في معراج السعادة ختام الكلام كلام هذا الرجل الكبير في هذا المجال إذا صدرت من الشخص مخالفة ما فعليه تأديب نفسه وترويضها بالعبادات الثقيلة مثلا أو بإنفاق الأموال ربما يكون ها إنفاق الأموال مثلا ينظر على نفسه إذا أنا يعني تكلمت بالخشونة مع واحد فقير أدفع $1,000 ربما يكون ضرب على الجسد ما يكون مثل هذا دفع مثلا فلوس لأنه يعني بعض الأحيان يكون أسوأ للنفس يعني إعطاء الفلوس يغرم نفسه جريمة يعني غرامة مالية نعم إذا عملت غيبة يجب أن تتصدق $100 كندية مثلا لمؤسسة الإمام الخوي المؤسسة حسين مثلا غريمة نحن لازم نوزع أوراق الغريمة أبو أحمد إن شاء الله سيوزع أوراق الغريمة ولكن أوراق الجنة هذه تبرعات أوراق الجنة مو غريمة إذا صدرت من شخص مخالفة ما فعليه تعذيب نفسه وترويزها بالعبادات الثقيلة أو بإنفاق الأموال التي يحبها ويجمعها أو يقوم بتجويع نفسه عن عند أكله للقمة الحرام إذا أكل حرام لازم تجوع نفسه مثل الصوم صيام لازم أن تصوم مثلا أسبوع 10 أيام مثلا أو يقوم أو يؤدب نفسه بالسكوت لازم يعني في ثلاث مجالس اجلس ولا تتكلم هذا من أسوأ خصوصا للنساء إذا يعني يعني هذا غريمة للنفس أو مثلا أن لا تتكلم 3 أيام ما إلا رمزا أو يجبرها بذكر الله ويجبرها بذكر الله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الأعمال ولهذه الخطوات الخمسة إن شاء الله تعالى
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل اليقين واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عوانه وأنصاره. اللهم شافي مرضانا سيما المريض المنزور بمحمد وأهل بيته. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان رحم الله. فاتحة تسبقها صلوات.